ازيكم عاملين ايه؟ النهارده حابب الناس اللي من اول 16 سنة لحد 22 سنة يكونوا في الفيديو ده. حابب ان انا اقول لكم معلومات جديدة، هات ورقة وقلم واكتب ورايا، اقول لكم نوتس وحاجات كتير جدا ممكن تخلوا بالكم منها، هتفرق معاكم في الحياة بتاعتكم، هتفرق معاكم في الكارير بتاعكم، هتفرق معاكم جدا لو انتوا خليتوا بالكم منها. يلا بينا نعرف. مبدئيا كده اول حاجة انت لازم تخلي بالك منها انك مش لازم ترضي الناس كلها، مش لازم ترضي صحابك، مش لازم ترضي اهلك. يعني اهلك بيبقوا عايزين حاجات انت يعني انت مش مطلوب انك تخش فيها او انك تهتم بيها، بس مش معنى اهلك انك ما تسمعش كلامهم في كل حاجة، لا في حاجات معينة، يعني حاجات مثلا تخص الرياضة، حاجات تخص حياتك انت، الكارير بتاعك، حاجات في اللي ليها علاقة بالدراسة. فده قصدي، مش قصدي انك ما تسمعش كلامهم في كل حاجة. مبدئيا كده مش لازم تمشي وراهم، يعني انت شوف انت حابب تعمل ايه واعمله. انت لازم تشوف انت حابب ايه، انت عايز تعمل ايه، كل ده هيفرق معاك جدا في حياتك قدام. مش لازم هم يغصبوك على حاجة، حاول تقول لهم ده، حاول تكلمهم عن ده، حاول تخليهم، حاول تجيب لهم أمثال مثلا أنت شفتها قدام عينيك فهم يقتنعوا، حاول تقنعهم أنت بطريقتك. مش لازم عشان هم عايزين حاجة حابينك تبقى فيها يبقى خلاص هي دي اللي أنت هتطلع فيها، لازم أنت تبقى عايز تعمل حاجة الحاجة دي بتبقى طالعة من جواك، فأنت وهي طالعة من جواك أنت بتحب أنت تعملها. تاني حاجة بقى، مش لازم تبقى كويس في كل حاجة، مش لازم تبقى أحسن حاجة في كل حاجة. عادي جدا لو أنت في حاجة واقع فيها، حاجة أنت لسه مش فاهمها كويس، حاجة أنت لسه مش متقنها كويس، أنت لسه صغير، لسه بتبني، لسه بتتبني، لسه بتعرف حاجات كتير جدا، معلومات عنك. عادي جدا، أنت لسه بتتبني، أنت لسه بتعرف نفسك، أنت لسه بتفهم الدنيا فيها إيه، بتطلع الحاجة اللي جواك بتلقائية جدا، انت لسه ما تعرفش انت عايز ايه برضه بالظبط، فانت لسه بتتكون. فمش لازم تبقى كل حاجة احسن، يعني احسن حاجة فيها. انت لو حاجة واحدة بس كويس فيها يبقى كده انت خلاص انت كده تمام، مش لازم تبقى كل حاجة انت بتعملها تبقى جامد فيها. تالت حاجة بقى، مش لازم تبقى كامل في كل حاجة، مفيش حد فينا كامل غير ربنا. مش لازم عشان صحابك جابوا درجات احسن منك يبقى انت كده خلاص مش نافع او ما ملكش لازمة او انت مش عارف انك تبقى احسن منهم، لا بالعكس، كل واحد عنده قدرات مختلفة. كل واحد مثلا ممكن قدراته تبقى في الرياضة، هو حابب الرياضة فهو متقن الرياضة أكتر من المذاكرة، أو متقن الشغل أكتر من المذاكرة، أو متقن المذاكرة أكتر من حاجة تانية، فاهمني؟ فأنت مش لازم تبقى زيهم، مش لازم تجيب درجات بيرفكت زيهم، يعني عادي جدا تجيب درجات قليلة، عادي جدا تجيب درجات، بس أنت تحاول من نفسك إنك تبقى أحسن. مش هو عشان مش عشان أنا قلت لك كده يبقى لأ، لازم أنت تحاول، حاول تبسط كل حاجة، ده هيفرق معاك جدا في الحياة. حاول تبسط المذاكرة، حاول تبسط العلاقات اللي حواليك، علاقات صحابك، مش لازم كل حاجة تقفش فيها أو تبقى عصبي أو تبقى متنمر. بلاش النميمة، بلاش إنك تتكلم على حد بطريقة وحشة، ولازم لو فيك عيب تحاول تصلحه. رابع حاجة بقى، المشاعر. في مشاعر كده هتجيلك أنت مش تبقى عارف إيه هي، أو أنت يعني مستغربها. المشاعر عامة في السن ده ما بين 16 لحد 20 22 سنة هتلاقي مشاعر متغيرة دايما، مش تبقى ثابتة. انت سن 16 سنة هتحس بحاجة، 17 18 هتحس بحاجة تانية خالص مختلفة، تحس ناحية الناس تانية بحاجات مختلفة. فانت كل ده فكرك بيتغير، كل حاجة فيك بتتغير، حاجات بتنضج فيها، يعني بيجيلك بتعرفها اكتر، بتفهمها اكتر. مش شرط انت يعني المشاعر دي تبقى هي دي اللي هتبقى ثابتة، فانت لازم تخلي بالك من النقطة دي جدا، عشان المشاعر دي اهم برضو حاجة في السن ده، لان هي اللي بتبنيك، هي برضو اللي بتحسسك انك محبوب. فلازم تخلي بالك من الحاجات دي، ومش شرط الناس اللي في حياتك تاخد رأيك منهم في السن ده. يعني انت حواليك ناس 16 17 18 سنة، فانت ما تاخدش رأيهم فيك يبقى خلاص هو ده رأيهم، يعني هو ده رأيهم الصح، لا طبعا، هما اصلا هما لسه مش كاملين، لسه بينضجوا برضو زيك. فانت ما تاخدش كلامهم ده عليك، عشان في ناس كتير جدا بتتنمر، في ناس كتير جدا بتقول كلام سلبي، فده بيأثر عليك انت. حاول اللي انت تسمعه ما تفكرش فيه اصلا، ما تفكرش فيه خالص، تطلعه ورا دماغك، فكر في حاجات تانية ايجابية. نيجي للنقطة اللي بعدها، ودي اهم نقطة، السكس. ما ينفعش نضيع وقتنا وتركيزنا واهتماماتنا كله في الموضوع ده. لو احنا حابين نعرفه، اعرفه من حد كبير، اعرفه من حد يقدر يفيدك في الموضوع ده، مش من اي وسيلة خلاص. وبلاش تعمل سيرش على النت، لان سيرش على النت هيفضل يجيب لك حاجات تغريك، هيفضل يجيب لك حاجات تزود الشهوة عندك، تزود الغريزة اللي عندك. فبلاش تعمل سيرش على النت، اعرفه من مدرس مثلا بيديلك في المدرسة، اعرفه من حد كبير قادر ان هو يشرح لك الموضوع، ما تعرفوش من اي وسيلة خلاص. حاول ما تقعدش لوحدك، حاول تستغل وقتك، حاول تقعد مع الناس اللي انت بتحبها، حاول تاخد الاحتياج اللي انت عايزه من الموضوع ده
حاول تحوله لحاجة تانية، مثلا تاخدها من حاجة إيجابية. خش على كذا مجال على النت، في مجالات كتير جدا انت لازم تخش وتقرأ عنها، هتفيدك جدا. لازم يبقى عندك خطتين، خطة هتفيدك في الكارير بتاعك لما تخلص الدراسة، وخطة تانية لو هتعمل شيفت كارير لازم تخلي بالك يبقى معاك خطة احتياطية، دي هتفيدك جدا لما تكبر، هتزود من نفسك، هتعرف انت انك ما ضيعتش وقتك. وانت مثلا خلصت دراسة ما حبيتش الشغل بتاعك، فانت ممكن تعمل شيفت كارير عن طريق المجال ده. حاول تبعد عن الناس كمان اللي بتتكلم في الموضوع ده، لان ده هيأثر فيك، الموضوع ده هيفرق معاك جدا لو انت ما ضيعتش وقتك في الكلام ده. النقطة اللي بعدها، السجاير. لازم تبعد عن اي حد حرفيا يقول لك جرب السجاير، او اي شلة حواليك بتشرب سجاير، لان الموضوع ده هيستنزفك، هيستنزفك جسديا، هيستنزفك تفكيريا. حاول تستثمر فلوسك في حاجة احسن، حاول تستثمر الفلوس دي في الرياضة، حاول تستثمرها في نفسك، كورسات، بلاش تضيع نفسك في حوار السجاير ده، عشان الموضوع ده بجد هيبهدلك. ولو انت بتشرب سجاير بطلها بدل ما تضيع نفسك، لان السجاير عمرها ما هتخلص، انت اللي هتخلص. النقطة اللي بعدها، ودي برضو بعتبرها من اهم النقط، ما ترتبطش خالص، لان انت في السن ده انت بتتكون، انت بتعرف انت حابب ايه، بتعرف انت عايز تعمل ايه، انت محتاج تركيزك كله ووقتك كله فيك انت مش في حد تاني، لان انت لسه بتتكون. تعرف انت عايز ايه، انت حابب ايه، انت عايز الشخص اللي معاك ده، يعني انت لسه متعرفش انت ايه اللي بتحبه وايه اللي ما تحبوش، لان في تغيرات كتير في مشاعرك، في تغيرات كتير جدا في تفكيرك هيحصل لما تخش جامعة. حتى بعد ما تخلص جامعة في حاجات كتير جدا هتتغير فيك، فانت ما ينفعش خالص ترتبط بحد وتفضل معاه، لان بعد كده الحاجات، حتى الحاجات الحالات النادرة بيحصل فيها مشاكل بعد الجواز، لان هما ما بيبصوش للشخص ده من جواه، بيبصوا ان هو عايز يرتبط وخلاص، عايز يحس بحب وخلاص، عايز ياخد احتياجه من حب وكلام حلو وخلاص. ترتبطش خالص في سن المراهقة، من اول سن 16 لحد 22 سنة، استنى كمان سنتين بعد الجامعة تكون انت عارف حابب عايز ايه وعايز تعمل ايه، وجمعت معلومات كافية عن الشخص اللي انت حابب تبقى معاه، فانت تبدأ تدور على الشخص ده. كل حاجة هتيجي في وقتها الصح، ما تستعجلش، ما تستعجلش على كل حاجة، ركز في حياتك، ركز في مستقبلك، في الكارير بتاعك اللي انت عايز تبقى فيه، لان ده اللي هيفرق معاك بعدين. نقطة كمان، حاول تعود نفسك انك تعمل حاجة جديدة كل يوم، تتعلم حاجة جديدة كل يوم، زي مثلا الرياضة، زي مثلا حاجة في مجال جديد، حاجة معلومة جديدة انت عرفتها، لغة جديدة انت ممكن تذاكرها، ده هيفرق معاك جدا وهيحسسك انك مبسوط وانك انجزت حاجة وانك مش بتضيع وقتك وخلاص. ده هيفرق معاك جدا، بلاش تقعد فاضي، بلاش تقعد تضيع وقتك وخلاص، بلاش تقعد تضيع وقتك على التيك توك والانستجرام والفيسبوك، كل ده هيسرق في وقتك وانت مش حاسس، بلاش تعمل كده، اتعلم احسن، انجز نفسك احسن، انجز نفسك في حاجات جديدة. ده هيفرق معاك جدا لما تخلص تعليم، هيبقى عندك معلومات كافية انك تشتغل في مجال كويس ومرتبك هيبقى كويس. لو حبيت الفيديو والفيديو هيفرق معاك او فرق معاك، انا حابب اعرف ده، سيب لي رأيك في كومنت، سيب لي نقط انت حبيتها، سيب لي نقط انت حابب تضيفها على الفيديو، ممكن اعمل لكم فيديو تاني جديد ليه علاقة بالموضوع ده. ولو حبيت الفيديو اعمل سبسكرايب ولايك.